إلى خبرنا الأخير، حيث فازت حسناء الشرطة آنا خرامستوفا في مدينة يكاترينبورغ بلقب فاتنة الحرس الوطنية الروسي في أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن. وكتبت الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطنية الروسي أن الشرطية آنا صوت لصالحها أكثر من 57,000 شخص، مبينة أن أكثر من 1,000 امرأة شاركنا في المسابقة من بين المتطوعات وموظفات الحرس الوطني الروسي من جميع مناطق روسيا.